السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوان، أكيد قريت أن لجنة الأخلاقيات في الجامعة بركات مع زنباور وممثلين ديال الدفاع القانوني ديال زنباور، اللي هما كما كنعرفوا ناس منخرطين وناس في المكتب. الغريب في الأمر، وهذا الشيء يمكن تعود عليه الجمهور ديال الرجاء، فين ما تيكون شي حاجة كتخص الرجاء يعني تيكون داك الشيء تيدوز بالزربة، يعني ما كتعطلوش فيه. ولكن لكن الأمر كيخص شي فريق آخر، فيا إما ما تيتكلموش معاه نهائيا، يا إما فاش الجمهور ديال الرجاء ولا الصحافة كتبدا تتكلم عاد تيكون شي قرار، وتيكون شي قرار يعني ما عنده حتى شي أهمية. المشكل اللي وقع الإخوان، اللي عقلتو زيمباور راه كان دخل في نقاش أولا مع أكردوم ديال الماس، عاد جا طارق سكيتيوي كما قال هو بغى يتدخل باش يفك وما يتطورش الامر، وجر اللاعب ديالو. من بعد وقع نقاش بينه وبين زيمباور، وهذا شيء عادي كنشوفوه في جميع الملاعب في العالم، هذا شيء عادي تيكون بين المدربين. ولكن الامر الغير عادي هو انه تم استدعاء زيمباور بوحده. كاين الملف الان حسب المعلومات اللي كاينه انه داخل في مداوله باش يخرجوا بقرار، ولكن فين هو الطرف الاخر؟ يعني ما جا ما عيطوا، ماشي ما جاوش ما عيطوش لهم، ما كانش استدعاء من الاصل، ما كاينش اقردو وما كاينش طارق سكيتيوي على الاقل، يعني باش تكون واحد النزاهه، غير يمثلوا انه كاين واحد النزاهه، يعيطوا لزيمباور يسمعوا ليه، وعيطوا لسكيتي ويسمعوا ليه، وعيطوا لأقردو، ومن بعد يتخذوا قرار. الآن هما سمعوا غير لزيمباور، احنا أكيد كجمهور متخوفين اللي يكون شي توقيف ولا يكون شي قرار اللي غادي يضر الفريق أكثر ما هو مضرور. جات المقابلات اللي بقيتي غادي تدخلهم في الميدان ديالك ممنوع عليك الجمهور، يعني كاين شي حاجه كتخدم في الكواليس، هادشي باين، خصوصا انهم الناس كما كنقولوا كيحاولوا يهرسوا الرجاء، كيشوفوا الفريق غادي في السكه كما كنقولوا، يعني غادي مزيان. دابا تيقلبوا كيف يهرسوك، داروا لك في الاول القضية ديال الجمهور، كتمشي كتبغي ملعب، يا إما تيقولوا لك لا، إما تيقولك تستقبل فيه بلا جمهور. من بعد بزاف ديال المنابر، واخا كانوا ضدنا في بزاف ديال المواقف، ولكن بان أنه شي حاجة ماشي هاديك، على الجمهور ديال الرجاء بوحدو ما عندوش شي منع، وما كتخليوهمش يحضروا للتيران. من بعد فاش جا يعني التدخل ديال المكتب برئاسة بودريقة ودخلنا بالجمهور، راه شفتو شنو وقع، وحنا ديما كنا تنتكلمو عليها مع الجمهور، حذاري حذاري حذاري، راه كيقلبو على أبسط حاجة باش يخرجوا شي قرار ضد الرجاء، وفي الأخير راه نجحوا، منعوا عليك المقابلات اللي غادي تستقبل فيهم، اللي بقاو ليك تستقبل بلا جمهور، نجحوا فيها. الان اتجهوا للمدرب، يعني واخا ما يكون شي قرار الاخوان، ولكن هذه كتلعب على النفسيه ديال المدرب وحتى اللعابه، يعني تبقى واش غادي توقف المدرب، واش يعني تتبقى بزاف الاسئله كطرح، وهذا الشيء يمكن يفقد لا الطاقم التقني ولا اللاعبين التركيز ديالهم في المقابلات اللي بقاو. حنا نتمنى ان شاء الله الامور ما تكونش ضدنا اكثر،
ويكون قرار لي هو سليم، وهو انه ما خاص يكون حتى شي قرار ضد زيمباور، انه ما دار حتى شي حاجه، وتناقشوا مناقشه عاديه. ونتمنوا يكون عندنا ان شاء الله خبر على هذا المداولة اللي غادي يديروا، وندير لكم فيديو ان شاء الله. اخوان شكرا لكم.